أصحاب الأرض وأصحاب الحق لم يعد لهم الحق في العيش في منازلهم، وباتوا هائمين ونازحين في أرضهم دون مأوى أو طعام. النازحون من خان يونس جراء العدوان الغاشم اتخذوا من الأرصفة بيوتا في ظل البرد القاتل، منتظرين مع أطفالهم الشهادة على يد العدو أو الشهادة جراء الظروف القاسية التي يعيشون فيها. أنا والله هيني قاعدة في الطريق، أنا مش عارف حالي وين رايحة، هاينا في الشوارع لا غطا ولا موقع ولا حاجة معانا، والله ربنا اللي يقفلنا والزعماء نايمين ومشدرين عن حالهم. ربنا يرحمنا برحمته، ورحمة ربنا فوق كل واحد، فوق كل شيء رحمة رب. احنا مبهدلين مش لاقين وين نقعد، مش لاقين وين ننام، مش لاقين وين نلوى، والله ما احنا عارفين وين رايحين، تايهين احنا والله تايهين. رحلة مستمرة لا يعرفون لها محطة نهاية، متحركين بحثا عن الأمان من حصار الاحتلال الذي لا يرحم أحد من أطفال ونساء وكبار السن أو قصف طال المستشفيات والمدارس. هي الرحلة بتحكي عنها، هي معاناة الناس، هي رحلة الناس، رايحين لا عارفين مأوى ولا عارفين إشي. بقولوا لنا ظلكوا في المواصي، امبارح القصف حوالينا فيش مطرح امن. قالوا لنا روح رفح هيبهددوا في رفح، قالوا لنا روح على الدير هذيك الدور حددوا الدير، ما احنا عارفين وين نروح، احنا بدنا حمايه دوليه. اطفال النازحين كل ما يطلبونه هو الهدنه حتى يستطيعون مواصله حياتهم وتعليمهم، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الحرب والخلاص من الهلاك الذي لا يرحم أحد. أنا نفسي إنه ما يصير هدنة، ونفسي ما حد، ونفسي ما يصيرش أي حاجة، وأرجع أدرس وأقرأ قرآن زي ما كنت قبل. بس أنتوا شايفين هيك حالتنا خطيرة، مش عارفين وين بدنا نروح، مش عارفين وين بدنا نلقي. يا رب إذا أنت عشان خاطرنا، عشان خاطرنا إحنا الأطفال، إنكم تنجدونا وتخلصوا، خلصوا هالحرب بعدين، ماتوا شهداء وماتوا ناس وراحوا دورنا، وإحنا مش عارفين وين بدنا نروح، وين بدنا نلاقي في الشتاء، ملناش غير غيارين بس، وملناش خيمة حتى، وين بدنا نروح، وين بدنا نلاقي؟ قولوا لنا إحنا وين بدنا نروح، وإخواني مالهمش ولا حاجة، يعني إحنا نضلنا هيك نتشتت من مكان لمكان. لم يبقى للنازحين إلا الدعاء بالنجاة من الحرب، والبحث عن الهدنة والخلاص. حتى يعيشوا حياة كريمة تليق ببشر لديهم حق في العيش آمنين سالمين.